سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم كلها مزيانه. مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. اليوم غادي نشارك معكم هذا الرشيمه هذه ديال العقيق. المهم كيفاش غديروا هذا العريق هذا وهاد الوريقات هادو. المهم انا بديت باش ما يجينيش الفيديو طويل. المهم انا بديت حتى خليت غير هاد، خليت واحد الطريف من هاد العريق هذا، ها هو. وهاد جوج وريقات غادي نشاركهم معكم ونبداو على بركة الله. المهم كنمشيو ثلاثة ديال العقيقات، العقيق المهرس. على الشكل هذا جيو البنات، من كنبداو من هنايا كنبداو من الفوق باش كتجينا هاد العريق، تيجينا زويون. كيجي ملي كتبداي من التحت كيجي شويه صعيب. كنجيو في النص ديال هاد ثلاثة، كنديرو ثلاثة اخرين. كنجيو عاود في النص، على هاد الشكل هذا باش يجي داير، تيجي داير بحال هكدا. المهم ننتقلو دابا باش نديرو الوريقة. نجيو لهنايا للراس، الراس ديال الرشمة، ندير ربعة ديال العقيقات. الشكل هذا كنعاود نرجع، كنجي على الحد ديال الرشمة، كندير ثلاثة ثلاثة. نعاود نرجع للجهة الأخرى.
كنحاولوا نمشيو مع هاد الرشمه هادي مع هاد القلم الرصاص. انت بس علينا من هذه ننتقل الاخرى. كنثبتو الخيط كتجي نقية من الداخل. كتجي على هاد الشكل البنات كتجي زوينة. المهم اللي بغا يتعلم لهاد الوريقات وهاد العريق هذا شوف كيفاش كتجي. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.